شكلها ايه مشاعر الاكتئاب؟ شكلها ايه؟ انا لو عندي مراهق في البيت اعرف ازاي ان هو محتاج مساعده من متخصص؟ لو عندي زوج شكله يبان ان هو مكشر بس يمكن يكون بيمر باكتئاب وانا مش عارفه، لو انا راجل وزوجتي حزينه طول الوقت، متضايقه طول الوقت، مهمومه طول الوقت، انا شايفها نكديه بس هي مش نكديه، هي بجد عندها اكتئاب. شكلها ايه مشاعر الاكتئاب دي؟ ضيفي على دي بقى ان اغلب المكتئبين كمان مش بيبقى باين عليهم. يعني ممكن زوجة بتكون بتقدم لك الأكل وبتأكلك وبتشربك والدنيا تمام، وممكن بتضحك معاك بالليل وانت بتتفرجوا على التلفزيون وتكون بتعاني من مشاعر اكتئاب. شكلها ايه؟ هي شخصيتها قبل غير بعد، يعني انا بلاقي فيه اختلاف في الشخصية، هي مش طول عمرها كده. خلي بالك ان احنا عندنا شخصيات اكتئابية. أيوه. ده ملوش علاقة بالمرض، بتميل اكتر للاكتئاب تقصدي، او عندها استعداد اكتر للاكتئاب. وهي طول الوقت انا من ساعة ما عرفتها ومن ساعة ما ارتبط بيها او ارتبط بيه لقيته كده، لقيته شخص هادي ساكت منعزل ما بيحبش الناس. لكن ابدا منين اقول ان في مرض؟ اول حاجة العلاقات بتاعته تبدا يبقى فيها مشاكل، عشان هم بيسالش علاقته باللي حواليه. بالظبط، علاقته باللي حواليه. احنا بقى بنتكلم عن مراهق، بنتكلم عن راجل، بنتكلم عن ست، اي بني ادم علاقته باللي حواليه بتتاثر، لانه بينعزل او كذا. الشغل بتاعه بدا يتاثر لانه هو اصلا ما عندهوش امل وما عندهوش جدوى، وحاسس ان كل الحاجات اللي هتحصل بلا جدوى، فالشغل بقى هو غير مبالي، خلينا نقول ان هو غير مبالي. ثالث حاجه الانعزال، بيبقى سمات من السمات الواضحه عليه جدا، انا عايزه اقعد انا لوحدي، انزلي انت والولاد وانا هقعد مش عارف ايه لوحدي. هو طول الوقت منعزل. الحاجه المهمه قوي بقى هو ان انا بلاقيه فجاه ما بحبش اعمل الحاجات اللي كان بيعملها قبل كده. كان بيحب يعمل حاجه وبطلها، وفجاه لا ما بحبش، مش عايزه اروح الجيم، مش عايزه اروح مش عارف ايه. بدا يفقد الاهتمام بالحاجات اللي كان بيهتم بيها قبل كده. حاجه برده مهمه جدا من اللي بتبان عليه ان هو طول الوقت حاسس ان الحياه بلا جدوى وعنده لا مبالاه. انت نفسك تبداي تقولي ليه كده، حتى في نظافته الشخصيه. بعد ما كانت بتنزل اموره وتحط ميك اب وفرحانه، ابتدت تهمل نفسها وابتدت تبقى مش مهتمه بشكلها. خلي بالك العنايه الشخصيه هي جزء من السلامه النفسيه. طبعا من حبك لنفسك، اول ما ابتدي اعملها اذا انا في طريق ايذاء نفسي. اوكي. فاحنا بنخلي بالنا جدا من حته العنايه الشخصيه ده. لما بيدخل عليا حد العياده اول حاجه ببص له هو في انهي، عشان احدد هو في انهي طور من اطوار الاكتئاب. فببص هل شكله عامل ازاي، هو مهمل في نفسه وفي نظافته الشخصيه، داخل وهو عنده استعداد كده جاي يحكي المشكله. انا بقول ان الناس اللي بتدخل العيادات عشان خاطر هم عندهم مشاعر اكتئابيه في الاول، دول بيبقوا اقوياء جدا ان هو يقول خلاص انا قررت اساعد نفسي، لان هم اصلا مش حاسين بامل. فتخيلي ممكن حد مش حاسس بامل وكمان يقول طيب اما اجرب ان انا اروح لطبيب نفسي او معالج نفسي. أيوة. فمهم جدا ان احنا لو لقينا الحاجات دي ظاهره على اي حد، مراهق، مراتي، جوزي، الكلام ده كله، لازم اعرف ان في مشكله، ولازم نعرض لحد متخصص يفيدنا، مش حد يقول لنا اي كلام وخلاص. مش المصطلحات اللي انا بقيت بسمعها كتير وترندي، اصلا ده لايف كوتش هيعالج لي. لا، ممكن ده يطورك في حاجه انت اوريدي شخص سوي بس عايز تتطور فيها. لكن معالج وطبيب نفسي دول اذهب لهم لما انا اكون بعاني من اضطراب نفسي معين. عايزه اتكلم معاكي تاني عن كتاب من كتبك، ما لا تتوقعه. احيانا التوقعات بتكون سبب كبير جدا في ان الواحد يتضايق او انه يزعل او انه يتاثر او انه يتصدم، وعشان كده دايما بنقول انه يعني ما تتوقعش كتير عشان ما تتصدمش. كلميني شويه عن التوقعات وكلميني شويه عن الكتاب ده. ما لا نتوقعه كتبته في فترة أنا كنت شايفة أن أغلب برضو الحالات اللي عندي وأغلب العلاقات الأسرية في المشاكل فيها بسبب أن هو متوقع حاجة وهي متوقعة حاجة، مش أننا منطقيين. خلي بالك التوقعات دي دايما بتبقى نتيجة لحاجات عاطفية مش منطقية. أوكي. فأنا بتوقع أن جوزي هيعمل كذا، أو بتوقع أن مراتي هشوف منها الموقف الفلاني دي، أو أن صاحبتي هتعمل معايا كذا، أو أيوه. دي مشكلة كبيرة جدا. أنا أتوقع أن أنا لو حققت تارجت كبير في الشغل المدير بتاعي هيكافئني، وأتصدم أن هو لا ما كافئنيش وقال لي ده شغلك عادي. كل التوقعات ده وسقف التوقعات بتاعنا لما يعلى أنا بشوف أن احنا بنبدأ نحبط، ولما نحبط إيه اللي بيحصل؟ خلاص بقى أنا مش عايز أدي، انا هدرت طاقه معينه وفجاه لقيتك انت ما كافئتنيش على الطاقه دي، او ما عززتش ان انا اوكي، او دعمتني، او حسستني بالتقدير. أيوة. خلي بالك الشعور بالتقدير ده شعور مهم جدا، بس احنا ساعات بنكتسبه بالخطا عن طريق التوقعات. اوكي. صحيح. فانا شايفه ان التوقعات دي مفروض ننسفها تمام. ما نتوقعش، بلاش السيناريو طول الوقت اللي احنا بنرسمه للاخر.
السيناريو ده مش حلو خالص. اتعامل على السيناريو الواقعي اللي هيحصل، وبعدين انا بعمل 1+1=2، عمرها ما هتساوي 2 وقلب او 2 وساد يعني. أيوه. طول الوقت لا، اتعامل بالحاجات المنطقيه، اتعامل بشكل عقلاني. خلي بالك ان النظريه العقلانيه ديت مهمه جدا، لان في ناس عندها تفكير لا عقلاني، واكيد انت طول الوقت بتشوفي المشاكل بتحصل بسبب التفكير العقلاني. صحيح. فاحنا صحيح. لا، الكتاب ده كان كله من اوله. ما تعلوش سقف توقعاتكم عشان بالزبط. ما يعلاش معايا سقف صداماتكم بالزبط. يعني صح، برافو عليك، دي جمله بالزبط. مهمه جدا. صح صحيح. فالكتاب انا كتبته من منطلق ان الفكره بتاعت ان الناس طول الوقت شايفه ان هي بتتوقع حاجات كبيره جدا، وبعدين يقول لك ايه، انا عيبي الوحيد طبتي. طبعا انت بتسمعي طول الوقت انا عيبي الوحيد طبتي. لا، عيبك الوحيد ان انت مش منطقي وعقلاني. صحيح. اوكي، لازم صحيح. نربي حتى اطفالنا من الصغر ان الحياه مش زي ما مش ورديه ومش عادله تماما، ومش دايما هتديك الحاجات اللي يعني. انا من اكتر الحاجات اللي بتضايقني في التربيه ان انا احسسه ان هو الحياه ورديه والحياه عادله. أيوه. والمظلوم هياخد حقه أيوه. لا لا لا. أيوه. ده مش حقيقي خالص. أيوه. الحياه احيانا أيوه. لازم نكون واقعيين واقعي. اكتر وما يستناش الحاجات المعجزات. صحيح. احنا نعلمه ان هو ينسف المعجزه، مفيش معجزات خالص بتحصل. صحيح.